أنت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا. وقد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأني سأساق إلى العراق، فأنزل أرضا يقال لها عمورة وكربلاء، وفيها أستشهد، وقد قرب الموعد. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ضمان. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا خيرا، وتفرقوا في سواد. فإن القوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا، قد أذنت لكم. إني غدا أقتل، وكلكم تقتلون معي، ولا يبقى منكم أحد، حتى القاسم وعبد الله الرضيع.